اكيد البدايات مهمه وهنتكلم عنها، لكن عايز ابتدي بقى بالخطوه دلوقتي اللي الكابتن احمد نخله موجود فيها من قبل مجلس اداره النادي الاهلي، وتم تعيينه في اكاديميه الاهلي في المنوفيه. تمام. خطوه مهمه جدا. والله طبعا يا عصام، يعني يمكن كابتن شطه وكابتن محمود الخطيب لما كان في كلام ما بينهم وشافوا مين اللي يكون موجود في المنوفيه يعني يقدر يمسك المنظومه هناك. والحمد لله رب كابتن شطه كلمني وبتكليف من كابتن محمود الخطيب. طبعا انا ما ترددتش، طبعا انا ارفض طبعا، وافقت على طول يعني، وحتى ما اتكلمناش في العائد المادي ولا مفيش كلام من ده، مجرد قالوا لك خلاص. بالظبط كده، بالظبط. زي ما انا برضو مضيت مع النادي الاهلي مع باشمهندس عبد النقيعي، مضيت من غير ما اتكلم في عقود ولا حاجه، الحمد لله نفس القصه يعني. حاضر يا كابتن شطه، انا تحت امر النادي الاهلي والحمد لله رب. يعني اعتقد يعني ان احنا لما بدانا من 21/8 محافظ المنوفيه شبين الكوم، نادي ميت خان. تمام. النادي موفر لنا حاجات كتير جدا من خلال طبعا من خلال قناه النادي الاهلي. بشكر طبعا الاونر بتاعنا الحاج طارق شعبان رئيس مجلس اداره نادي ميت خان، موفر لنا حاجات كتير جدا بصراحه. ويمكن حتى دي لقطات معانا كمان هناك من الاكاديميه والتدريب. تدريبات الولاد ما شاء الله ازاي موحد هناك النظام. مظبوط. الادوات التدريب مظبوط، يعني حاجه ما شاء الله ناجحه يعني. عندنا حتى يمكن يا اسامه المجموعه اللي موجوده، مجموعه المدربين كلهم كلهم على مستوى فني عالي. كلهم يملكوا شهادات علميه كويس. اللي معاه لايسن بي واللي معاه لايسن سي. تمام. معانا دكتور اخصائي علاج طبيعي موجود باستمرار، بيفيدنا كتير جدا جدا لو لا قدر الله حد التحم مع حد او حد وقع لوحده او حد حس يعني باغماء او حاجه. لا الحمد لله كابتن شطه برضه بصراحه حتى شاف الملعب كمان، يعني دايما المعتاد يقول لك الاكاديميات وملاعب مهمله، لا ده ما شاء الله ملعب يعني نجيل طبيعي يعني يتلعب عليه دوري ممتاز كمان. بالظبط. ارضيه الملعب يا اسامه كده لسه بقول لك حضرتك، النادي دوت ما شاء الله رئيس النادي بتاعه مهتم جدا بحته الارضيه، ارض جميله جدا. الملعب كويس قوي، ادواتنا كلها كويسه جدا، حتى الكور كمان بشكل كبير الحمد لله كامله، ادواتنا كامله الحمد لله. واش. مش بنحتاج حاجه يعني. اعداد كبيره ما شاء الله كمان، برغم انت حضرتك بتقول لي 21/8 يعني من فتره قصيره. فتره قصيره لكن الاعداد ما شاء الله رقم كبير. كان احنا بدانا 21/8 ب 80 لعيب. دلوقتي اللحظه اللي بكلمك فيها وصلنا ل 140 لاعب ما شاء الله. كنا شغالين يا دوب ساعه وربع او ساعه ونص كده يا اسامه، دلوقتي فصلنا بقينا نشتغل مجموعه وحده. برافو عليك. بنشتغل وحده ساعه وربع وبعدين يطلعوا وتنزل كمان مجموعه ثانيه يشتغلوا، والحمد لله رب اعتقد ان احنا في استقرار عندنا. وانا بس بحاول برضو من خلالك اطمن اولياء الامور ان برضو في ناس مستعجله ان احنا عاوزين اولادنا يلعبوا في النادي الاهلي. فانا بقول الحمد لله يعني، انا بقول دي خطوه ولسه احنا بنحاول نعمل في مرحله ان احنا بنعلم ونأسس الاولاد دلوقتي المرحله دي، ويفهموا حاجه برضو ان في ناس كتيره جدا جدا مستعجله ان انا عايز ابني يظهر بشكل كويس. هو الاكاديميه ده زي مصنع التعليم. بالظبط يعني كده. ده مكان انت بتتعلم فيه. بالظبط. بتتعلم فيه سلوكيات، بتتعلم فيه الفنيات، علشان بعد كده كابتن شطه واللجنه الفنيه في الاكاديميه بتنزل تختار اللعيبه المميزه بعد كده وتروح قطاع الناشئين تم اختبارها. اللي انت بتقوله ده اصلا فعلا بيتم بالظبط بكل كلمه كابتن شطه بصراحه يعني. يعني اعتقد برضو ان انا حابب اشكره برضو ان هو برضو موفر لي حاجات كتير جدا في الفرع، ان قال لي نفس الكلام، قال لي اللي فنيا يعني عندك يا ابو حميد لازم تعمل على طول. لازم تعمل لي تقرير مثلا اللي عالي يعني، لو فيه لو حتى 3-4 خلاص انت شايف ان هم مناسبين يجوا في النادي الاهلي، يجوا في المرحله بتاعته ويتشاف من خلال كويس. المدير الفني ومدير كمان مدير قطاع ناشئين كابتن خالد بيبو كمان على تواصل معانا، فده شيء مهم جدا طبعا. وعدوكم ما شاء